قرار ترميم لم ينفذ، مصرع طفل وإصابة اتنين في انهيار أسقف عقار قديم غرب الإسكندرية. الخبر بيقول لقى طفل مصرعه وأصيب اتنين آخرين بينهم سيدة مسنة مبتولة القدمين يوم الاثنين بسبب سقوط أسقف عقار قديم أمام مقابر الدخيلة بحي العجمي غرب الإسكندرية، فيما أفادت التحريات المبدئية أن العقار صادر له قرار ترميم لم ينفذ. تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغ يفيد سقوط أجزاء من عقار بشارع العلاف أمام مقابر الدخيلة، وانتقل مسؤول الحي وضباط الشرطة والحماية المدنية والإسعاف لموقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من أرضي وأربع طوابق علوية، وسقط أسقف العقار، وده أدى إلى مصرع طفل عمره 8 سنين وإصابة سيدة مسنة مبتولة القدمين وطفلة، حيث جرى نقل المصابة إلى السيدة المصابة المستشفى العمرية العام والطفلة مستشفى الطلبة تلقي العلاج اللازم والجثة للمشرحة. أصدر السيد موسى رئيس حي العجمي قرار بإخلاء العقار بالكامل من السكان دون المنقولات، مشيرا إلى أن العقار صدر له قرار ترميم من الحي ولسه ما تنفذش، وتحرر محضر بقسم شرطة الدخيلة وجري العرض على النيابة العامة للتحقيق.